مرحبا، انا دكتور كامل عنزراني من MLC، واليوم رح نحكي مين لازم يلبس الفيس ماسك. في اجماعتين بالعالم انه الماسكات الطبيه ريسبيراتوري والسيرجيكال ماسك هن بس لمرضى COVID-19 والجسم الطبي اللي بيهتم فيهم. اذا عندكم ماسك عم تروحوا فيه على الشغل او على السوبر ماركت، هذا خطا كبير ضلكم عم تستعملوه، لانه على الارجح صار ملوث من اليوم الاول ولازم تلفوا فورا. WHO المنظمه العالميه للصحه مصره انه العالم ما يلبسوا ماسكات بالاماكن العامه للاسباب التاليه. اول شيء انه الماسكات الطبيه كثير قليله، ثاني شيء انه اذا حطيت ماسك هذا الشيء ما رح يمنعني انه اغلط الكورونا فايروس، والشغله الثالثه انه بس حط ماسك بحس نوع بالامان، بصير خفف من الاجراءات الوقائيه الاخرى. ولكن من كم يوم فقط مركز مكافحه الامراض الامريكيه CDC اوصى انه كل شخص يستعمل اقمشه ماسكات الاقمشه الهوم ميد فيس ماسك مع حفاظ على السوشيال ديستانسينج بالاماكن العامه. ليش؟ لانه في كثير من الاشخاص برهنوا انه عندهم كورونا فايروس حسب التست البوزيتيف، ولكن ما عندهم اي عارض وبيقدروا ينقلوا بكل سهوله المرض بالرصاص الصغير اللي بيطلع مع الحكي. مثل ما هو حزام الامان منه البديل عن السواقه الامنه والهاديه، كمان الهوم ميد فيس ماسك منهم حلوا محل الاجراءات الوقائيه الاخرى مثل غسل الايدين والسوشيال ديستانسينج.